ولد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره في مدينة الكاظمية المقدسة في 25 من ذي القعدة سنة 1353 هجرية. وكان والده العلامة المرحوم السيد حيدر الصدر من علماء الإسلام البارزين. وكان جده لأبيه وهو السيد إسماعيل الصدر زعيما للطائفة ومربيا للفقهاء وفخرا للشيعة، زاهدا ورعا ضالعا بالفقه والأصول، وأحد المراجع العظام للشيعة في العراق. أما والدته فهي الصالحة التقية بنت المرحوم آية الله الشيخ عبد الحسين آل ياسين، وهو من أعاظم علماء الشيعة ومفاخرها. بعد وفاة والده تربى السيد محمد باقر الصدر في كنف والدته وأخيه الأكبر، ومنذ أوائل صباه كانت علائم النبوغ والذكاء بادية عليه من خلال حركاته وسكناته. تعلم القراءة والكتابة وتلقى جانبا من الدراسة في مدارس منتدى النشر الابتدائية في مدينة الكاظمية المقدسة وهو صغير السن، وكان موضع إعجاب الأساتذة والطلاب لشدة ذكائه ونبوغه المبكر. في سنة 1365 هجرية هاجر سيدنا الشهيد المفدى من الكاظمية المقدسة إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته، وتتلمذ على يد شخصيتين بارزتين من أهل العلم والفضيلة، وهما آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين قدس سره، وآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أنهى دراسته الفقهية عام 1379 هجرية والأصولية عام 1378 عند آية الله السيد الخوئي رحمه الله، واتجه للتدريس في الحوزة العلمية وعمره الشريف 25 عاما. في عام 1969 ميلادية وفي إطار عدائها للإسلام، حاولت زمرة البعث الحاقدة على الإسلام والمسلمين توجيه ضربة قاتلة لمرجعية المرحوم آية الله السيد محسن الحكيم قدس سره من خلال توجيه تهمة التجسس لنجله العلامة السيد مهدي الحكيم الذي كان يمثل مفصلا مهما لتحرك المرجعية ونشاطها. فكان للسيد الشهيد الموقف المشرف في دعم المرجعية الكبرى من جانب وفضح السلطة المجرمة من جانب آخر، فأخذ ينسق مع المرجع السيد الحكيم قدس سره لإقامة اجتماع جماهيري حاشد ويعبر عن مستوى تغلغل المرجعية الدينية وامتدادها في أوساط الأمة وقوتها وقدرتها الشعبية. وحصل الاجتماع في الصحن الشريف لمرقد الإمام علي عليه السلام، وكان حاشدا ومهيبا ضم كل طبقات المجتمع العراقي وأصنافه. ولم يقف دعمه عند هذا الحد، بل سافر إلى لبنان ليقود حملة إعلامية مكثفة دفاعا عن المرجعية، حيث قام بإلقاء خطاب استنكر فيه ما يجري على المرجعية في العراق، وأصدر كثيرا من الملصقات الجدارية التي ألصقت في مواضع مختلفة من العاصمة بيروت. تصدى رضوان الله عليه إلى الإفتاء بحرمة الانتماء لحزب البعث حتى لو كان الانتماء صوريا، وأعلن عن ذلك على رؤوس الأشهاد، فكان هو المرجع الوحيد الذي أفتى بذلك وحزب البعث في أوج قوته، وكان ذلك جزءا من العلة وأحد الأسباب التي أدت إلى استشهاده. ولنبوغه الفذ وعبقريته المتميزة، فقد أثرى المكتبة الإسلامية بروائع المؤلفات التي تم تدريسها
ضمن المناهج التعليمية في الجامعات والحوزات، وأهمها كتاب اقتصادنا وفلسفتنا والأسس المنطقية للاستقراء وغيرها، كما اهتم بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وكان قد بدأ في تدريسه للطلبة. في عام 1979 قام الكثير من مقلديه وأنصاره بزيارته في داره في النجف الأشرف وإعلان البيعة له، وكان أزلام البعث يقومون بتسجيل أسماء الأشخاص حيث تم اعتقالهم فيما بعد وتصفيتهم. وقد اعتقل لعدة مرات، ففي عام 1979 تم اعتقاله في شهر رجب، فكان أن انطلقت الانتفاضة الرجبية في عموم العراق، مما أجبر الحكومة البعثية على الإفراج عنه. وكان اعتقاله الأخير بعد 10 أشهر من الإقامة الجبرية في 5 من الشهر 4 عام 1980، حيث اعتقل مع أخته الشهيدة بنت الهدى آمنة الصدر، وتم تنفيذ حكم الإعدام بهما في 9 من الشهر 4 عام 1980 بعد تعذيب شديد.